بما اننا خلاص بنقفل 2023، فخلينا نشوف يعني ايه اللي حصل في الدراما في 2023. ايه اكتر المسلسلات اللي الناس اتفرجت عليها؟ مين الممثلين اللي كانوا بيتابعوهم في المسلسلات دي؟ خلينا نروح نشوف التقرير ده مع الناس ونشوف بيتفرجوا على ايه، ونرجع نكمل كلام مع حضراتكم. عندي في البيت الاولاد بيتفرجوا على زينهم، فده يعتبر المسلسل الاجتماعي اللي احنا مجمعنا كلنا. مسلسل ابو العروسه بتاع سيد رجب وسوسن بدر. ابو العروسه برضو اجتماعي وحلو. دلوقتي حاليا بشوف زينهم وعاجبني قوي بصراحه، حلو. جعفر العمده. جعفر العمده. مسلسل بالتو. مسلسل لعبه. بالتو. مسلسل جعفر العمده طبعا. بالتو كان حلو، والمسلسل بتاع احمد امين كان في رمضان. وجهه نظر انا احسن ممثل احمد السقا في الاكشن. احمد داوود واسر ياسين يعني ناس مؤثره في العموم يعني. احسن ممثله هلا صدقي، واحسن ممثل محمد رمضان. انا احمد امين وامينه خليل بصراحه. يا هلا صدقي اجدت في الدور دوت، كان دور قوي ليها. احسن ممثل اسر ياسين، واحسن ممثله نيلي كريم. ممكن نيلي كريم مثلا واساسين. حلو قوي. عصام عمر وامينه خليل. طه دسوقي كان حلو قوي في طول السنه، ومنى زكي كان حلو. ياسمين عبد العزيز احلى ممثله واجمد ممثله.